مهدي وزين الدين توأم يجتاز شهادة البكالوريا لأول مرة. ثانوية الإدريسي بالعاصمة تجمع الأخوين، كما تجمعهم أيضا شعبة اللغات التي يدرسانها سويا. بداية الامتحان بالنسبة لمهدي وشقيقه كانت صعبة نوعا ما في مادة الرياضيات على عكس مادة الشريعة التي كانت في المتناول. كان يعني صعب لي أنا شخصيا، جاني صعب فاسكي خاطيني المات أنا على كل حال. شريعة ثقافة عامة بنت لي أنا في دو سوجي، خدمت دوزيام ثقافة عامة سهل. هو سهل شريعة، صباح مات ما خدمتش أنا، يا بصح العشية صافا شوي قاعد مات صعب. مات صعب، احنا لونغ ما نخدموش مات. بين صعوبة الامتحان وسهولته تباينت آراء الممتحنين، لكن آمالهم كانت كبيرة في نيل شهادة البكالوريا. بالنسبة لي مات شوية واعر، لي ما قرالوش باينه، واللي قرالو يجي سهل ديبون تا واش ري فيزيت. شريعه سيتي فريمون ابوردابل، سوجي فاسيل ماشي بزاف واعر، ان شاء الله ربي نجحنا خلاص. يا خويا برومي جور جوزنا صباح ربي مات، داروا لنا ساهل مات انت في المتناول، والعشيه قلبوها لنا، العشيه داروا صعيب، علاش يا خو؟ بعض التلاميذ خابت امالهم بعدما حرموا من الدخول في الفتره المسائيه بسبب التاخر، لكن اخرون نوهوا بحسن التنظيم. التنظيم كان هايل، تما كاع كان كاع الاجراءات، ما كان حتى حاله غش ولا والو، كان كلش مليح، الاوراق كلش. الظروف العامه التي سادت انطلاق البكالوريا تبعث على الارتياح، لكن نجاح هذا الامتحان يبقى مرهونا بالنتائج النهائيه.